ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. دكتور بلال، مرحبا بك. بماذا تختلف هذه العملية العسكرية في جنين ومخيمها عن العمليات السابقة، وهي التي امتدت منذ 7 أكتوبر بشكل شبه يومي، ليس فقط لجنين بل لكافة مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة؟ مساء الخير. يعني من الناحية الجوهرية لا نتحدث عن فروقات كبيرة جدا ما بين هذه العملية وعمليات سابقة، لكن ما نشهده أن العمليات في الضفة الغربية إجمالا وتحديدا في مدينة جنين بمخيمها تشهد حالة من التصعيد الإسرائيلي من حيث مستوى النيران ومن حيث طبيعة الأسلحة المستخدمة ومن حيث أعداد الجنود الذين يدخلون في مثل هذه العمليات، بمعنى أنه كان مستبعدا ما قبل 7 أكتوبر أن يتم استخدام سلاح الجو في عمليات داخل الضفة الغربية. طبعا هذا الأمر كان موجود خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية لكن انقطع لفترة يعني سنوات طويلة، ومن ثم يعني بدأت إسرائيل بإعادة استخدام هذا السلاح في الضفة الغربية بعد قرار واضح من الحكومة الإسرائيلية للاستهداف من الجو، وكان يشير من بين ما يشير إليه إلى صعوبة مواجهة الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، وعلى أن هذه الفصائل قد بنت مقدرات عسكرية تحول دون قدرة الجيش الإسرائيلي على الدخول دون عمليات من الجو. المسألة الثانية، أن أنا كنت يعني أتابع تقديمك لهذه الفقرة عن مخيم جنين وأشرت بشكل واضح إلى استهداف البنية التحتية داخل المخيم وتجريفها وما إلى ذلك من قضايا تمس القطاع المدني الفلسطيني. هذا يعني أن إسرائيل لا تستهدف فقط الخلايا العسكرية العاملة في المخيم أو في أي منطقة أخرى، وإنما تستهدف البنية المدنية الحاضنة لهذه الفصائل الفلسطينية، على اعتبار أنه لا يمكن للفصائل الفلسطينية أن تستمر في عملها بهذه الأريحية وأن تنطلق من المناطق الموجودة فيها دون أن يكون هناك رضا من المحيط الاجتماعي. ومعضلة إسرائيل مع مخيم جنين برأيي تكمن في 3 قضايا. القضية الأولى أن هذا المخيم قد شهد عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية سوته بالأرض، وأن الاعتقاد الإسرائيلي كان بأن مثل هذه العملية قد تؤدي إلى خلق أجيال دون رغبة أو قدرة أو استعداد أو تهيئة نفسية لخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ليتبين لها العكس. المسألة الثانية أن مخيم جنين شكل الحالة تقتدي بها مناطق أخرى، بمعنى أن كانت البداية من جنين لكن لم تقتصر على جنين وإنما امتدت إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، تحديدا في مناطق الشمال نابلس والكرم ومن ثم إلى الوسط في أريحة، وأيضا امتدت حتى إلى جنوب الضفة الغربية لكن كان زخمها في شمال الضفة الغربية. آخر نقطة تجعل من مخيم جنين مستفز جدا للاحتلال الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة التي تظن فيها إسرائيل أنه من خلال العملية العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وكل هذا العدوان الذي مارسته قد تؤدي إلى خلق حالة جديدة في قطاع غزة، تأتيها الرسائل من الضفة الغربية بمعنى أن السيطرة العسكرية الكاملة في الضفة الغربية والاجتياحات المستمرة لم تثمر حالة من الاستقرار ولم تؤدي إلى وقف المقاومة الفلسطينية بل شهدت. وهذا واضح دكتور بلال بأن ما تفعله إسرائيل لن يؤدي ولم استطاعت من خلال ذلك أن تؤدي إلى حالة الاستقرار التي تحدثت عنها، لكن الآن كيف يمكن أن يتطور الوضع في جنين؟ وهل بالحديث عن الفترات السابقة والسيناريوهات المستقبلية هل يمكن الحديث عن اتساع رقعة هذه العملية العسكرية لتشمل أيضا مدن وبلدات في الضفة الغربية؟ وما المخطط الإسرائيلي إذا ما كان هناك مواجهة فعلية ومقاومة من قبل كتيبة جنين على الأقل الآن لهذا الاقتحام؟ يعني لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا من خلال مسارين، لأننا لا نتحدث في إسرائيل عن وجهة نظر واحدة للتعامل مع الضفة الغربية. المسار الأول وهو المسار السياسي، بمعنى أنه إذا ما تم الحديث عن تلك النخبة السياسية التي وصلت إلى الحكم في إسرائيل وأقصد بذلك النخبة السياسية المرتبطة بالصهيونية الدينية، فهم يريدون استدعاء الصراع في الضفة الغربية بل يريدون تسريع هذا الصراع وفقا لنظرية سموتريش التي قدمها في عام 2017 بأنه لا بد من تسريع الصراع من أجل حسمه، على اعتبار أن الظروف الآن مواتية
من اجل القيام بهذه المهام. ولذلك هناك رؤيه يتم الدفع بها من قبل الحكومه الاسرائيليه الحاليه وتحديدا من قبل الائتلاف اليميني، ويتم استثمار حاله الابتزاز السياسي التي يشهدها بنيامين نتنياهو من قبل الصهيونيه الدينيه فيما يتعلق بقطاع غزه لتحقيق ايضا استثمارات في الضفه الغربيه من قبل هذه المستويات. لكن المستوى الامني وبرايي هو الاهم في هذه المرحله. لدي تقديرات مختلفه. التقديرات تقول الاتي: انه لا بد من التعامل بحسم وسرعه وحزم مع المناطق التي تخرج فيها خلايا عسكريه او بؤر لخلايا عسكريه، لكن المناطق التي لا تخرج منها مثل هذه الخلايا لابد من التعامل معها بهدوء او الحفاظ على حاله الهدوء فيها. ولذلك رؤيه الشباك الاسرائيلي هو في خلق نموذجين في الضفه الغربيه، بحيث يستطيع المواطن الفلسطيني ان يقارن ما بين نمطين من الحياه، نمط الاستقرار وهو استقرار وهمي بمعنى ان تكون الحياه بشكل طبيعي قياسا بالمناطق الاخرى التي يتم مداهمتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي. طبعا هنا حتى يعني نكون دقيقين بالنسبه للمشاهدين، لا يوجد حاله طبيعيه في الضفه الغربيه بكل الاحوال، لكن القياس او المقارنه مناطق بمناطق تبدو ان هناك مناطق حالتها طبيعيه مقارنه بتلك المناطق التي يتم مداهمتها بشكل مستمر وعلى نطاق واسع. ولذلك جهاز الشباك يريد خلق حالتين يجعل من الفلسطيني يستشعر الخطر على النمط الحياه الذي اعتاد عليه على فتره سنوات طويله في الضفه الغربيه، لانه جزء من ادوات الضغط والسيطره في الضفه الغربيه لم تكن الاداه العسكريه فحسب، وانما خلق انماط اقتصاديه واجتماعيه في الضفه الغربيه تجعل من الكثير من الفلسطينيين يعتقدون بانه الحفاظ على الوضع الراهن هو احد يعني الامور التي ينبغي النظر اليها باهتمام، على اعتبار ان هناك مكتسبات قد تحققت خلال الفتره الماضيه في انماط المعيشه والحياه الاقتصاديه وما الى ذلك. هذا الامر ربما ما يفسر عزيزتي ان جهاز الشباك مثلا معترض على عمليه التقييد المالي للسلطه الفلسطينيه وعلى عمليه التقييد المالي المرتبطه بمنع الفلسطينيين من العمل في الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 48، لانه لديهم تخوفات من ان المناطق الهادئه بالرغم من عدم المساس بها عسكريا قد تقتدي بالمناطق المشتعله على اعتبار انه لا يوجد حال من الاستقرار المالي والاقتصادي في تلك المناطق. لذلك المتوقع اذا ما استمرت اسرائيل في مثل هذه السياسات نعم. ان لا ان تكون الحاله حاله ضبط وسيطره وتقييد وتضييق لهذه لهذه البقع من النضال، وانما هذه حاله البقعة توسيع لها الجغرافية في تحديدا. مناطق اخرى. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل.